السلام عليكم، شخباركم؟ نتمنىكم على خير وبخير. وصفتنا اليوم بسلطه صغار بالدجاج واللوز، ولكن بنكهه جديده وبنكهه بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. اذا نخليكم مع الوصفه وبصحه وراحه. اذا على بركه الله غادي ندوزو نشوفو المقادير. عندي هنا واحد 3 ديال البصلات مشلضين، عندي واحد القبيطه ديال القزبور معدنوس، 3 ديال دروسه ديال الثوم، معلقه كبيره ديال السمن، وواحد نص حامضه غير اللب ديالها نقطعه. عندي هنايا معلقه ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال القرفه، عندي هنا حبات ديال القعقله وبسيبيسه والزعفران الحر. دابا غادي ناخذ القطع ديال الدجاج ديالي غنديرهم فوق ديك البصله. غادي نضيف عليها زبده بلديه والملحه، وغادي نردها طيب على عافيه مهيله، ما غاديش انايا المرق. اذا غندير الملحه وندير لها نسد على الكوكوط وندير الصفاره كيف ديما. كيف معروف كنقول لكم دائما يعني الطياب على العافيه مهيله كيكون فتي احسن من الكوكوط مجهده. اذا غادي نرد عليها ونرجع معكم نشوفوا باقي التحضيرات. انا غادي ندوزو نوجدو اللوز اللي غادي نرافقوه في البسطيله ديالنا اللي غيكون مرافق ديال الدجاج. اذا عندي هنايا اللوز مقلي مقشر ومقلي ومطحون مع سنيده والقرفه. عندي هنايا واحد تقريبا واحد نص كيلو ديال اللوز مع 4 اولا 5 ديال المعالق ديال سنيده، جوج معالق كبار ديال القرفه. ثم الاضافه الجديده هي سكينجبير اللي مجفف، سكينجبير مجفف انا استعملت هذا، يعني هذا حكيته في هاد العقده اللي غادي نخدم عليها. ثم غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، يعني خلطت هنا الخليط مع شويه ديال شي حبات ديال المسكه الحره. اذا غادي نعاود عندنا اللوز، القرفه، السكر، المسكه الحره، ثم سكينجبير والقرفه. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل، نضيفها لهاد اللوز واحد المعلقه كبيره. ثم غادي نخلط اللوز اللي عندي هنا، النسمه ديال السكينجبير المجفف اولا كونفي كتكون رائعه، كتعطي لهاد اللوز واحد المذاق رائع. هنا على فكره ممكن انا دائما كيف كنقول كنعطي الاضافات اللي ممكن تكون بديله، ممكن ديروا شريحه مع اللوز كتجي حتى هي زوينه. ممكن ديروا المشماش، يعني كطحنوا المشماش مع اللوز، يعني هادو اضافات اللي كيعطيو واحد النكهه مغايره للوز. كنخرجوا من المذاق ديال اللوز غير مع القرفه. وعندي هنايا نسيت، عندي هنا واحد ساشي ديال زهره البرتقال، يعني الا عندك المزهر ما عندكش كديري واحد ساشي ديال المزهر ديال سنيده المزهر، واش كنقول لها زهره البرتقال. اذا هنايا خلطت العناصر، هنا راه ما كيجيناش بحال العقده اللي كنخدموا بها في البريوات، يعني هذا ما تيتشكلش عجين، يعني كنحاول كيبقى عندنا هكا مفرك. اذا تجانست لي العناصر كامله،
اذا غادي يخرج الدجاج ديالي طيب، غادي نحيد الحيمه ونخلي هذيك البصيله باش تغمر مزيان، وندوزو نخدمو البصيله تاعنا. اذا انا وجدت اللوز كيف كتشوفوا، هنا مهرمش ماشي مطحون كاع، ماشي غليظ، يعني كيبقى شويه ما تيبقاش حرش ولكن ماشي معلك. ده القوام ديالو كيف كتشوفوا، هو هذا اذا غادي نغطيه بواحد فيلم اليمونتير باش ما ينشفش ونرجع معكم. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا حيدتو على المريقه ديالو، هاد الدجاج غادي نفتتو وغادي نرجعو في ديك المريقه اللي خليتها دابا تنشف، خليتها كتغرب نشوف، هنا بقات غير ديك البصيله اللي طاب فيها الدجاج. حيدت هذوك الحبيبات داك العويدات ديال القعقل او بسيبيسه وغادي نخليها تنشف بيد ما نفرتت هاد نفتت هاد الدجاج اللي عندي ونردو هنايا يتشحر مع هاد المريقه، زائد غنضيف عليه واحد المعلقه ديال الزبده باش يطرن الدجاج. داك اللي كتشوفوا داك البصيله نشفات بقات غير زويته، هي اللي غادي نضيفو ليها داك الدجاج وغادي نشحروه مزيان فيها يتشرب مزيان هاد الغميره. هنا لان غادي نخلطو، لان غادي ندير بسطيلات فرديين، كنت غادي ندير بسطيله كبيره كنت غادي نخلي هاد الغميره غنديرها بوحدها، يعني غنديرها طبقه اخرى من فوق الدجاج، ولكن انا غادي ندير بسطيلات فرديين. اذا غادي نخلطهم كيف تشوفوا نشفات من مره، يعني بقات غير الزويته والبصيله. يا سلام. اذا غادي ناخذ الدجاج اللي قطعناه صغير غادي نضيفوه، حيدنا منو العظامات، حاولوا نحيدو دوك العظامات الصغار وغادي نربطوه نشحروه عاوتاني في وسط من ديك العقده ديال البصله اللي خلينا، وغادي نخليوه يبرد باش غادي نعمرو بزاف العدس، نخص العمارة تكون باردة متكونش سخونة. إذن كنحاول نخلط داك الدجاج باش ياخد ديك الدغميرة ديالو كي تشوفو، كنحاولو نلبسوه مزيان الدغميرة. وهنا راه كلشي ناشف، الدجاج ناشف. دابا كيف قلت غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزبده نضيفوها لداك الدجاج باش يبقى عندنا الدجاج طري فتي ماشي ينشف. كنخلطوه مزيان، نخليو ديك الزبيده تذوب، هنا واحد الريحه طالعه رائعه. هنا الدجاج ما كنضيفلو لا عسل لا سكر لا حتى حاجه، نخليه دجاج باش يبقى ديك الفرق ديال الملوحه مع الحلاوه ديال اللوز يعطينا الفرق. اذا الدجاج ديالنا راه واجد، غادي نخليه يبرد وغادي نرجع معكم باش نشوفوا العمارة. اذا على بركه الله غادي نبداو نعمروا البصيله ديالنا. انا كنعتمد هاد الورقه، اذا اولا غادي ندوز ندهن الورقه ديالي كامله بالزبده وعاد غادي نبدا في التعمار ديالها. دن هنا كندهن الورقه ديالي مزيان بالزبده
يعني كنبقى على هذا الحال حتى كنكمل الكميه الورقه اللي عندي كامله. نغطيها بواحد الفيلم اليمونتير باش ما تنشفش لينا، ونرجعوا نبداو نجمعوا البسطيله ديالنا. بركه الله غادي ندوزو نشكلو البسطيله ديالنا. عندي انا الورقه هنا كيف ما شفتو كاريه، اذا غادي نخدم البسطيله على شكل مربع حتى هي. دونك كناخذ واحد الكميه ديال الدجاج الاول. هنا ما كنحتاجش نضرب الورقه لان الورقه اصلا غليظه ماشي رقيقه، يعني ما نحتاجش ندير جوج ورقات اولا ندير شي طبقه لتحت. هنا غادي نحط اللوز. هنا كيف كنقول دائما كنحاولوا نقادوا الشكل، يعني نقضيو ولا ما عندناش المول اللي غادي نخدموا به. اذا هنا الطي ديال المربع اسهل ما يكون في البسطيله، منها الورقه ما كتقطعش الا كانت عندنا الورقه غليظه، منها الشكل كيجي زوين حتى في المنظر. اذا غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الورقه ونرجع معكم باش ندخلوها الفران. اذا كنبقى كيف قلت على نفس الطريقه. كيف قلت غادي نبقى على نفس الطريقه حتى نكمل الخليط اللي عندي. هنا كيف شفتوا ان ما كان سقيش الحشوه بالزبده، لان ديجا انا الدجاج كيف ما شفتوا درت فيه الزبده، اللوز حتى هو فيه الزبده، الورقه مدهونه بالزبده، يعني ما غاديش نحتاج اني نسقي مازال الحشوه بالزبده. اذا هنا بعد ما سالينا الحشوه كامله كنحاولوا نسدو الجوانب ديال الورقه بخليط ديال الطحين والماء، وغادي نسفوها في الطاوه. باش كنساليو الكميه كامله ديال باش نسدوها غادي ندوزو ندهنوا الوجه ديال البسطيلات ديالنا بالزبده باش ندخلوها الفران. دان هادي غير الزبده ندوزها قبيله شويه دابا شدات راسها معليش. ولات بحال الكريم. اذا غادي نكمل البسطيلات اللي عندي كاملين وندخلهم الفران. دان بعد ما كطيب لنا البسطيلات ديالنا ثم كيجيو على هذا الشكل رائعين حلوين صغيرين، والمذاق رائع. اذا كنحاولوا نديكوريهم بالشكل اللي بغيتي، ممكن دير العسل ولا موديفيلي. انا اختاريت ندير القرفه والسكر كلاصي. انا اختاريت نديرها على هذا الشكل، ولكم نتوما تفننوا في التقديم.